أكد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولا باتروشيف أكد أن حلف شمال الأطلسي الناتو أصبح يمثل تهديدا جديا وخطير لروسيا، خاصة مع توسعه باتجاه دول أوروبا الشرقية. وشكك باتروشيف بقوة في استقرار الوضع في روسيا الفترة المقبلة بسبب توجهات الناتو. في هذه الأثناء أعلنت جورجيا استعدادها للانضمام للحلف، لكنها أكدت أن موقف روسيا يعوق من انضمامها في الدولة الواقعة جنوب القوقاز للحلف الأوروبي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة الروسية موسكو السيد فيتشلاف مافوزوف، الخبير في العلاقات الروسية الأمريكية. في البداية، حلف شمال الأطلنطي يمثل تهديدا لروسيا، إذا هو التصريح الروسي، ما هي هذه التهديدات تحديدا المقصودة من هذا التصريح؟ تهديدات بالنسبة لمصالح القومية الروسية واضحة طالعة من خلف الأطلسي، لأن خلف الأطلسي يخطط مشروع التوسيع مجال النفوذ لهذا الخلف، وينضم كل الدول الجديدة، جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، أوكرانيا، دول بلطيكية، دول الكوكاز ودول آسيا المركزية. لذلك روسيا تشعر أنه حلف الأطلسي يضع الحد على كل الاتفاقيات السابقة التي كانت شفاهيا اتفقوا عليها ميخائيل غورباتشوف مع قيادة الغرب، مع القيادة خلف الأطلسي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، أن حلف الأطلسي لا ينتشر إلى الشرق. نحن نشهد اليوم انتشار الوضع، القواعد العسكرية على حلف الأطلسي يبنى في على حدود روسيا مباشرة في جنوب وفي دول اشتراكية سابقة، مثلا في أوروبا الشرقية. بلغاريا الآن القاعدة العسكرية الأمريكية حلف الأطلسي، رومانيا نفس الشيء، كوسوفا بعد انهيار يوغوسلافيا تحولت القاعدة العسكرية الأمريكية بالفعل، بولونيا، تشيكيا، في كل الدول موجودة الجيوش الأمريكية. أما أوروبا التقليدية، أوروبا الغربية التي الآن تسكر قواعد عسكرية الأمريكية، إيطاليا، ألمانيا وغيرها من الدول أوروبا الغربية التقليدية، ولكن أمريكا تتركز وينشط علاقاتها العسكرية مع الدول أوروبا الشرقية ومع الدول البلطيقية. نعم. كل هذا دليل أنه عندما تقترب منك الخطر العسكري أي دولة لازم أن يكون تستنكر وتستعد نفسها عن دفاع عن مسالح الحكومية. نعم. على الخطورات التي سجلت العقيدة العسكرية الجديدة لدى روسيا الفيدرالية. فيتشلاف مافوزوف المحلل السياسي متحدثا إلينا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك.